شيخ بارك الله وفيك بارك. سؤال عام بارك الله فيك على الكتاب، أن ذكرتم أن يعني جل القصص والأقتراء أن خرافات وكذا أساطير، والمؤلف كذلك يقول بأن مكذوبة مرات ربما قال أنه، فكيف يعني الهدف من الإرادة ولماذا يعني شغلوا بها؟ أما الهدف من إيرادها فهو تبيين الحق ودرء الشبه والضلالات التي فيها دفع، فإنه لو لم يردها فكيف يرد شبهتها؟ هذا أولا. ثانيا، أن هذه الكتب القصص دائرة على ألسن الناس وموجودة، يعني يعرفها الناس في كثير من الكتب، نحن ما غالبا لا نحفظ الكتب الصحيحة، لكن الكتب التي تحمل هذا النوع من القصص منتشرة عند العوام كثيرا جدا وفي البلدان، فكان لا بد من وجود كتاب يظهر ضعفها ويظهر فحشها ويظهر خطأها. وهذا الحفظ الدين، هذا الحفظ الدين، ثم قد تكون هذه القصة من القصص الذي يجوز روايته استئناسا، يعني قد يكون فيه شيء من الحكمة أو العبرة أو العظة، وهو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل من باب حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فيعني إما من هذا إما من ذاك، فبعضه للعبرة والعظة وبعضه للحكمة وبعضه لرد الشبهة وبعضه لتبيين صحة وضعف الحديث وبعضه لنقض هذا الكلام لأنه موجود في كتب أخرى، ولكن ليس من أجل التسلية، إنما وردت لنقض ما فيها. الله